معنا مشاهدينا عبر سكايب السيد أمير المفرجي السياسي العراقي من باريس، مرحبا بك أستاذ أمير معنا. إذن الأمم المتحدة ذكرت أن العراق سيتصدر قائمة المتضررين من الجفاف مستقبلا، وأيضا خبراء أكدوا أن قلة المياه في العراق قد أدى إلى جفاف أكثر من 5 مليارات هكتار من الأراضي الزراعية في العراق. يعني إلى أين يذهب العراق مع هذه الوقائع بشأن وضعه المائي؟ مساء الخير وشكرا مساء. على الاستضافة. أهلا وسهلا. من الطبيعي أن يصل العراق إلى هذه المرحلة المزرية، يعني اقتصاديا واجتماعيا، نتيجة لغياب الدولة الراعية لأبنائها، لثرواتها، لمصالحها، لسيادتها ما بين الدول الموجودة يعني في الإقليم. العراق ليس له السيادة الكاملة في أن يعني أن يحافظ على وارداته الطبيعية التي يعني كانت له يعني منذ التاريخ القديم، وهو حق تاريخي للعراق. لا يستطيع أي جار أن يعني أن يتدخل به بهذه الحالة. ما لاحظنا من يعني المياه من قبل الجانب الإيراني يدل بوضوح على أن العراق ليس له هذا الصوت الذي يستطيع أن يدافع عن مصالح الشعب. ما حصل في البصرة الآن، ما يحصل في يعني في المناطق الزراعية التي أصبحت منكوبة ليس من مدة يعني قصيرة ولكن من مدة طويلة، ليس هناك يعني أي جهة سياسية تستطيع أن يعني أن تقول بثقل العراق لإيران أو بأن هذه حقوق وهناك شعب يعني استطاع أن يعيش مع هذه الروافد والأنهار، ولكن مع الأسف ليس هناك هذه السلطة التي تستطيع أن تقف بجانب القوى الإقليمية. الآن أستاذ أمير، ارتفاع معدل البطالة والفقر بين الفلاحين في العراق وهجرة الأراضي والقرى طبعا بسبب نقص المياه، ألا يكفي هذا ليدق ناقوس الخطر لدى الجهات الحكومية وهي المسؤول الأول عن هذه الأزمة الحقيقية؟ الحقيقة في العراق يعني وخصوصا الآن نتكلم كثير عن يعني احتمالات تغير في الحالة الاجتماعية والسياسية للعراق بحكومة جديدة. يعني لا أصدق هذا يعني لأنني لم أرى شيئا لحد الآن، ولكن هناك كلام عن يعني عن تحولات قادمة للعراق. المشكلة في العراق ليس هناك برنامج سياسي واقتصادي يعيد للعراق سيادته الاقتصادية والطبيعية على أراضيه وعلى يعني صناعته وزراعته. ما يحدث الآن أن لاحظ السوق العراقي الآن موجود يعني البضائع الإيرانية هي التي استطاعت أن تصل إلى العراق وبسعر يعني يكسر السعر العراقي، فكيف يستطيع الفلاح العراقي الذي فقد منه الماء بنسبة كبيرة وفقدت منه يعني الرعاية للدولة وفقد أي شيء يستطيع أن يعمل به، وبنفس الوقت تأتي إيران وتصدر الفواكه والخضروات للعراقيين بأسعار يعني تكسر السعر العراقي. إذن ليس هناك برنامج سياسي عراقي لوضع حد لهذا التدخل. يقولون بأن العراق قابل على تحولات، ولكن أنا في نظري يعني إذا لم نعمل على الدفاع عن العراق وعن اقتصاده مع دول الإقليم سوف لن نستطيع أن نخرج من هذه المشكلة، وستكون المشكلة أكثر يعني تعاسة وأكثر صعوبة بالنسبة للشعب العراقي، خصوصا وأن العراق كان بلد زراعي من الدرجة الأولى، له المياه وله التربة الطيبة الحسنة، لأنه بلاد يعني كانت بلاد زراعية، كانت بلاد النخيل، والآن أصبحنا نستورد النخيل من إيران ومن دول الخليج. يعني الآن بحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، العراق حل في مراتب متقدمة طبعا من حيث ارتفاع معدل الجوع والفقر على مستوى الدول العربية. هل يعقل هذا أن يجوع مواطن في بلد يعد من أحد البلدان الغنية؟ أولا العراق صنف على أنه من الأغنى في دول المنطقة ولكن الأكثر فقرا وفسادا. يعني المشكلة العراقية تكمن في شيئين،
هو وجود الفساد ووجود الإرهاب الذي جاء من قبل الجماعات المسلحة التي تفرض على السكان وتفرض على الشركات يعني نوع من الإرهاب. فلهذا لا نستطيع أن نقول بأن هناك يعني أمل في أن تتحسن هذه الأمور. ولا توجد المشكلة خطط في العراق يجب اقتصادية كما أشرت، لا توجد خطط اقتصادية مستقبلية أيضا، سؤالك ما سمعت في انقطع. ولا توجد أيضا خطط اقتصادية مستقبلية كما ذكرتم قبل قليل. أنا في نظري أنه إذا لم نستطيع أن نضع برنامج اقتصادي، أنا أقول برنامج اقتصادي، لأن ما عندما نغير سياسة نحن لا نريد أن نغير في الوجوه، السياسة تتغير في البرنامج، ليس هناك برنامج سياسي واقتصادي في العراق في الوقت الحاضر، ولكن هناك نوع من ذر الرماد في العيون يعني للقول العراقيين على أنهم سيكونوا في وضع أكثر أو أحسن من السابق، ولكن بغياب برنامج سياسي واضح وليس أقوال في التلفزيون، برنامج سياسي واضح يعني يضع حد ونهاية لهذا الوضع المزري في العراق عن طريق إرجاع الزراعة والصناعة في العراق، سحب الميليشيات التي هي التي يعني تحاول أن تقضي على كل شيء للصناعة والزراعة عن طريق الإرهاب وعن طريق إرهاب الشركات التي تريد أن تستثمر في العراق. بغياب هذا أنا أتصور أنه كلام يعني يذهب مع الرياح. لذلك معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث أبحاث السلام وصف العراق بأنه موطن للفقر، وقال إن الأوضاع فيه صادمة، هكذا وصف. هل السبب الرئيس برأيك أستاذ أمير سوء استخدام وتوظيف الموارد الطبيعية في العراق، خصوصا طبعا النفط؟ يعني ليس في العراق ما يسد حاجة المواطن من هذه الموارد الطبيعية؟ شيء طبيعي، لم تكن هناك سياسة نفطية اقتصادية وطنية لا يستطيع العراق أن يخرج من هذه المشكلة. الكل يعرف بأن الشركات الأجنبية يعني لا تفكر بمصالح الشعب العراقي ولكن تفكر أولا بمصالحها. من جانب آخر يعني عدم وجود سياسة نفطية عراقية واضحة عن طريق يعني جعل العراق ساحة للسرقة وساحة لشراء الغاز من إيران، مع العلم أنه نحن نستطيع أن نعمل الغاز في بلادنا، يجعل من العراق يعني على قولة العراقي بلد تايه. ليس هناك سياسة نفطية وطنية بمعنى الكلمة، وبغياب نخبة وطنية وبغياب رجال يعني يفكرون بشعبهم وبوطنهم، أنا في نظري ليس يعني ليس في 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 المستقبل أي نية في إعادة العراق إلى العراقيين وإعادة الثروة العراقية التي هي ثروة عظيمة يعني مقارنة بالثروات الموجودة في بلاد الخليج العربي والتي هي ثروات أقل من العراق. لاحظ المقارنة بين ما حصل في دبي وما حصل في البصرة، إنها لمأساة لكل العراقيين. أشكرك من باريس عبر سكايب أمير المفرجية السياسي العراقي.